فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. افتح المجال لكارلوس كيروش، واحد من المدربين القادرين على الصعيد العالمي، المدرب البرتغالي الذي كان مساعدا لأليكس فيرغسون وتخرج على يده جيل رائع جدا من اللاعبين البرتغاليين، على رأسهم فيجو درب إيران منذ 2011 إلى 2019، قبلها درب منتخب البرتغال، درب ريال مدريد، درب جنوب أفريقيا والعربية السعودية، ودرب حتى في نيويورك. ما زال الهند والصين فقط بالنسبة لكارلوس كيروش، بقيادة الحكم روبرتو توبار من الشيلي الذي سيعطي إشارة واحدة من المباريات المرتقبة في هذا الدور الأول بين الأرجنتين وكولومبيا. الأرجنتين على اليسار وكولومبيا هنالك على اليمين. نتمنى أن نشاهد مباراة كبيرة اليوم، على الأقل مثل ما شاهدنا مباراة البيرو أمام فنزويلا قبل هذه، كانت مباراة رائعة انتهت 0-0. ضربة الانطلاقة أعطيت وأولى الكرات لخاميس رودريغيز، والتي البينية والانطلاقة خاميس رودريغيز، كوادرادو، كرة خطيرة لمنتخب الكولومبي، كوادرادو الركنية الأولى في القائمة الأول. ولا لا يا أوتاماندي، اتجاه اللعب لأندرو باريدس، أرضية خطيرة ليو ميسي، أي يا ليو، ما زال ليو خطيرة، والدفاع ولا لا خيل انطلق راح لاعب نادي إشبيلية، خطأ يقول حكم المباراة، لا 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 الحكم صفر خطأ، نعم على ماتيوس أوريبي وسط ميدان منتخب كولومبيا. هذا هو كارلوس كيروش. من هنالك على جيريس رادي ماريا، انقل دي ماريا حول مور، يدخل بينية مع اغويرو، بداية قوية، 7 دقائق لعب، ميسي كرة ممتازة، راح اغويرو، اغويرو با 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 اغويرو، شوف الحرارة عند اللاعبين الكولومبيين، ارتمى الثلاثي من امام اغويرو. حكم المباراة ماذا قال؟ وضع التسلل ليو ميسي، لوسيلسو يوي بعيد الكرة هذه على سيرخ مع يريم مينا، من هنالك على الجهة اليسرى، في خطأ يكون حكم المباراة هنا في هذه اللعبة، خطأ لصالح كوادرادو، يصفر حكم المباراة نادي يوفنتوس تورينو. في المخالفة خاميس رودريغيز يرفعها ببراعة بروعة بالراس، التغطية الدفاعية في المخالفة لصالح منتخب كولومبيا، خاميس رودريغيز خروج رائع من كوادرادو، كوادرادو يا بابا خطيرة، أول كرة من مارتينيز، أول لقطة وأول فرصة ثانية، ينفذ الركنية دائما في القائم الأول، رودريغيز دائما في الصد، خاميس رودريغيز رادامل فالكاو والصراع ورادامل والحكم يقول خطأ، هذه ليست مباراة في كرة القدم بل هي مع الصراعات، ما زالت البينية والدخلة والتوزيعة، وبابا خطيرة، يا سلام عليك يا مارتينيز في القائمة الثانية، وخطأ يقول حكم كوادرادو وخماس كوادرادو، والتغطية من أوتاماندي، روسيا موجودين مع المدرب سكالوني، أول بتاع مارتينيز ديسيو، وبابا خطيرة، يا سلام عليك يا رادامل، يو أرماني، يا أوتاماندي، كاد يفعلها خاميس رودريغيز، مع كبير بين اللاعبين، خاميس رودريغيز دائما في القائم الأول، 3 ركنيات أكبره، بابا خطيرة، والتغطية تلعب مع الكرة، لوسيلسو يرجع لسارافيا، رائع من المدينة حول مرة، وتسترجع من خاميس رودريغيز، التسديدة راحت عالية بعيدة من خاميس رودريغيز في مباراة رقم 73 مع منتخب بلاده من فترة قصيرة فقط. الكرة لصالح اللاعب تيسيو، يلعب لكوادرادو، طبعا خاميس رودريغيز، تيسيو ساقط والحكم يرجع يصفر خطأ، كان بإمكانه يخلي الأفضلية لأن الكرة كانت كولومبية. حكم الكرة الآن روجر مارتينيز، روجر يدخل مارتينيز خطير، الكرة من خاميس، لن يسامح نفسه، لن يسامحه الأرجنتينيون، ولن يسامح كرة كوادرادو استلمها وانطلق من هنالك كوادرادو، خطأ وبطاقة صفراء مرة ثانية لجيلو رودريغيز هذه المرة،
بطاقة بينية خامس رودريغيز، رودريغيز وفالكاو اولالا كرة لكوادرادو مع خماس، خماس رو اي 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 لم وفق خماس رودريغيز في هذه التمريرة. شوف الاصرار عن طريق اللاعب ريبيا، تسديدة من ويلما باذن الله تعالى. مشاهدي رفض سلام زميل محمد وضيوفك لديكم الخط بعد ثانية راحت لباريدياس اولالا السلام اللي دخل هو رودريغو دي بول. نعم خرج انخيل دي ماريا ودخل في مكانه رودريغو دي بول لاعب نادي اودينيزي. خامس رودريغيز رادامل فالكاو ورودريغو وروجر مارتينيز الذي دخل في 60 سنة، يعني ممكن الارجنتين يخرج من النفق ويفوز حتى بالمباراة. تصابي خامس رودريغيز رجعت مرة ثانية، هاي الكرة مازال البينية خطيرة يا سيدي الحكم. رودريغيز انطلق من هنالك كرة خطيرة للمنتخب، با 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 البطاقة الصفراء وشوية، إذا كانت داكنة أكثر من صفراء خرجها له يا سيدي الحكم. هنا العرقلة الوضع يا رودريغيز، يو 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 الكوادرادو يا اغويرو استلمها راح ميسي وصلته دخل ميسي ليو با 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 خطيره ليو. اللعبه من اروع ما يكون بين اغويرو وليو والكره الصغير تقليه في كورديا والتغطية الدفاعية. ما زالت أرجنتينية بينية وتصيد يا سلام لا ولكنها بعيدة. يا سلام عليك يا أوسبينا رايع أنقذ مرمى مع مش لازم له لازم له. أو يو 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 يا كوادرادو ها يا كوادرادو إلا ميسي إلا ميسي. شوف شوف تضرب كل الجميع إلا ليو ميسي، تعتدي على الجميع إلا ليو ميسي يا كوادرادو. استفزاز كبير جدا ليو لا بين احضان اوسبينا وسط ميدان شافوا بانه اغويرو من امام يريمينا اغويرو مازال من امام عفوا دافينسون تدخل من سانشيز من امام اغويرو كان بالكتف هنا بالمرفق من الخلف يا دافينسون سانشيز اغويرو يا وتمندي بالراس وبابا وميسي اغويرو وتمندي وميسي وكاد ياتي الجول. يا له من ارجنتين عاد هنالك بيزارو ميسي استلمها ميسي 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 اي 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 هاي المراوغه من ديبول راح ليو راح ليو راح ليو راح ليو راح ليو ليو ميسي دخل روجر راح روجر روجر با 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 جول منتخب كولومبيا امام الارجنتين. يا له من جول يا روجير يا مارتينيز، يا له من تمريره من خماس يا رايح بالعرض الناس تروح بالطول يا روسيلسو ليو ميسي يلعب يا سيد الحكم تاغليا فيكو تاغليا فيكو تاغليا فيكو اغويرو اولا لا ودي بول يلعب من هنالك ليو ميسي استلمها ولعب يو 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 وخطا يقول حكم المباراة. يا له من ويليام باريوس يا له من ويليام باريوس تنفيذ المخالفة ليوردي دافيد اوسبينا الكرة الصعبة للمنتخب الكولومبي المراوغة خطيرة بالراس دي بول دي بول عرضية ممتازة من هنالك على الجهة اليمنى لقب كورتو التوزيع ولكن مخالفة لصالح المنتخب الكولومبي خماس صعبة فيكو خطيرة الكرة هذه يا بابا بابا مارتينيز كرة خطيرة يلعب تاسي بابا 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 جول زاباتا يا زاباتا يا زاباتا يا زاباتا جول كولومبيا
تقهر الأرجنتين. كولومبيا تطيح بالأرجنتين بعد 12 سنة. خاميس رودريغيز يطيح بالميسي. يا سلام عليك يا مارتينيز. روجر انطلق، روجر مرر.